بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعنا على ما يرضيك، وحل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا من المتحابين فيك، واجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم المباشر الدين والحياة. أرحب بكم جميعا في بداية البرنامج، وأبلغكم تحيات فريق العمل أيضا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة وهذا البرنامج زيادة في إيماننا، ونورا وبصيرة في حياتنا، ورضوانا ورحمة من ربنا. إخوتي الأحبة، يقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون إخوة. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم معاني الأخوة عندما يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشبه تلاحم المؤمنين، وأخوة المؤمنين كالبنيان، كيف أن اللبنات التي يتكون منها البنيان كيف تتلاحم وتتشابك وتتراص حتى تصبح قطعة واحدة. هكذا المؤمن للمؤمن يصبح بنيانا متينا قويا يشد بعضه بعضا. ويقول أيضا مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو بالسهر والحمى. إخوتي الأحبة، هذا المعنى العظيم الذي جعله الله بين المؤمنين، وهو الذي آخى بينهم، وترجم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية هذا التآخي بين الناس، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار وحقق هذا الإخاء وأمر به، وبين عليه الصلاة والسلام أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، وأنه بحسب امرئ من الشر أن يخذل أخاه المسلم، وأن كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، كما ورد في الحديث: دمه وماله وعرضه. هذه المعاني الرائقة العظيمة السامية تعطينا شعورا بالأخوة الإيمانية، تعطينا شعورا يتعالى فوق الأنانية. عندما يتعلق الناس بالدنيا والمادة، فإنهم بقدر تعلقهم بالماديات تضعف لديهم المعنويات والإيمانيات، وبقدر تعاليهم فوق الماديات ومتاع الدنيا بقدر قوة المعنويات والإيمانيات في قلوبهم ونفوسهم، فهما كفتان، إن ارتفعت إحداهما نزلت الأخرى، وإن نزلت هذه ارتفعت الأخرى. كما أن الدنيا والآخرة ضرتان، من أحب إحداهما أضر بالأخرى، ومن أضر بالأولى
أحب الثانية. فلا يمكن أن يكون الإنسان جامعا لكل شهوات الدنيا ومتاعها وحريصا عليها، وفي الوقت نفسه سينال أيضا شهوات الآخرة الدائمة الباقية أبدا. لذلك الذي يحرص على شهوات الدنيا ويتعلق بها ويفضلها على الباقية الآجلة يخشى أن يقال له يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إخوتي الأحبة، نحن بحاجة إلى تنمية الجوانب الإيمانية والأخوية فيما بيننا. لقد جمع بيننا الإخاء الإيماني، فهل من شعور وإحساس بحيث نحقق معاني الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ طيب، إذن في البداية إخوتي الأحبة، وأولى مكالمات البرنامج نستقبلها من السعودية من الأخ أبو ركان. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أبو ركان. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا وسهلا. الله يسلمك. فيه بسأل بس عن التورق بالنسبة عندي، بغى أخذ تمويل من بنك. بنك إسلامي ولا بنك تجاري ربوي؟ بنك يبدو لي أنه من البنوك العادية، بس عندنا بالسعودية يقولون أنه إسلامي، يعني الطريقة إسلامية، لكن أنا ما ارتحت لها. التورق؟ إيه. تحفظ طريقته أبو ركان كيف الطريقة؟ إيه نعم، قالوا لي على الطريقة. شلون؟ أول حاجة فتحت حساب عندهم. بعد ما فتحت الحساب قالوا لي إحنا نعطيك مبلغ وقدره وكذا. بعد الاتفاق على المبلغ قالوا إحنا نعطيك معادن تباع ببريطانيا. فقلت كيف أبيعها؟ طيب أنا أبغى أبيعها بنفسي عشان أستلمه. نعم. قالوا لا، تسوي وكالة للبنك. ايه، او تروح بنفسك. فسالت قلت طيب الان انا بالنسبه للعقد تنصون على اني اشتريت معادن كذا كذا؟ قال ايوه، ننص على انك اشتريت معادن وان البنك فعلا يملكها يعني، ويبيع بالبورصه هناك. ايه، ما يبيع لنفسه البنك يعني، مثلا لا يبيع بالبورصه. بعد ما يتصلون علي يقولون الان نبي نبيع، نبيع ولا لا؟ ايه، فما أدري. إن شاء الله تسمع الإجابة أخ أبو ركان، واضح الصورة. وحتى هنا في الدولة عندنا في الإمارات موجود بيع المعادن في سوق لندن الدولية وغيرها، وهذا أخذت به بعض البنوك الإسلامية ورفضته البنوك الأخرى، وتسمع إن شاء الله التعليق. بارك الله فيك أبو ركان. الأخ أبو جراح من أبو ظبي، السلام عليكم. الو ابو جراح، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ علي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا ابو جراح، كيف حالك؟ سلمك الله. كيف الاهل؟ الله يحفظك ان شاء الله. واياك حفظك الله والاخوه المستمعين جميعا. ولوالدينا ووالديك الله يرحمهم. امين امين، الله يسلمك. سؤالي الاول يا طويل العمر عن الايام هذه، بعدت الشرع عن بعضها، صار محبه بين الناس. قلت جدا استاذ علي، قلت المحبه بين الناس، حتى العيال ما يعرفون عيال اقاربهم جماعتهم، ما في تواصل ورحمه. لا حول ولا قوه الا بالله. فعلا فعلا انت تضرب على وتر الناس الان يا ابو جراح. هذا كنت عندي دراسه اقراها من فتره سمعت عنها يا سيدي الكريم. هذه الدراسه ان هي الا واقع يعني، عيالنا وعيال اخواننا. نعم. في هذه الدنيا سيادي الشيخ. نعم نعم نعم. نصيحتي للناس، وفي ناس تباعدوا قلوبهم صارت حجر ما مثل الاول، قلوب الاوليه صارت. نعم، تغيرت القلوب جدا، وكان الحين ياخذون وراء المصالح. شيخ علي، نصيحتك لهؤلاء. وسؤالي الثاني عن مثل الواحد توفى لا سمح الله عليه صلاه عليه شيء، كيف يؤدوها عياله وشيء من النوع هذا؟ اذا كان مقصر في صلاته يعني؟ يعني ريال كبير مثلا، ولا في شيء، ولا شيء، ولا من زمان الاول الشباب، في ناس يعني ما كانوا، بس الله هداهم بعدين من الفتره الاخيره.
طبعا يختلف الوضع أبو ركان، يعني أحوال الناس بين مريض ما قدر يروح المسجد يصلي في بيته ولا تارك الصلاة. فاحنا احنا مقصرين في حق الله سبحانه، انا واحد يعني في الصلاه في الاشياء هذه. طيب ان شاء الله تسمع. نبي نصيحه لهال الناس، اول شيء انفسنا قبل كل شيء. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ابو رجضاء، حفظك يا سيدي الكريم. حفظك الله، شكرا، مع السلامه. ام محمد من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا اختي محمد. امين فيك. كيف الصحه يا فضيله الشيخ؟ الله يسلمك يبارك فيك، تفضلي. أنا يا فضيلة الشيخ اللي فترة من 20 يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيجي علي بيوسوسني بالصلاة وبالحمام، وراح أجن كيف بدي أتخلص ما عم أعرف. في الصلاة وفي الحمام. طيب طيب، في إضافة؟ ماشي، شكرا محمد، شكرا. إذا الأخ أبو ركام من السعودية يسأل عن التورق، وبين صورة التورق الموجودة هناك في السعودية بأنه يعطوه مبلغ وقدر مثلا معروف يتفق عليه، وأيضا يقولون أنه معادن ستباع في بريطانيا، فيعمل وكالة للبنك أو يقول تذهب بنفسك إن شئت، وينص في العقد على أنه اشترى معادن ثم البنك يملكها ويتصلون إلى آخر ما هنالك. الحقيقة هذا التورق المنظم حصل في اجتماع المجامع الفقهية الإسلامية، نوقش مثل هذا التورق ونصوا على تحريم التورق المنظم. والتورق المنظم البنكي يختلف عن التورق الشخصي. التورق الشخصي كأن مثلا أشتري أنا شيء، أشتري شيئا ثم أبيعك هذا الشيء حتى لو كان ذهبا مثلا، أشتري كمية من الذهب وخصوصا من أجلك أنت الذي تحتاج إلى فلوس، افرض اشتري 5 كيلو 10 كيلو على حسب المبلغ الذي تحتاجه أنت، فيكون اتفاق بين شخصين، فإذا اشتريت أبيعك الذهب بأغلى مما اشتريت. يعني إذا اشتريت الجرام مثلا ب150 ممكن أبيعك الجرام ب160 170 حسب الاتفاق وحسب المبلغ اللي يكون يعني وسطا لا خسارة عليك ولا علي، مع أني أستفيد من البيع والشراء. فهذا تورق فقهي أجيز عند عدد من الأئمة والفقهاء، ولكن أن يكون تورق منظم بحيث أنه جهة مالية تتخذ مثل هذا الأسلوب طريقة من أجل تنمية مالها، فهذا يعني يصير عملية البيع والشراء كلها صورية شكلية، وهذا الذي يمنع منه الإسلام، أن تتحول عملية البيع والشراء صورية شكلية ليست حقيقة، وحتى الشخص لا يدري الذي يقبض الفلوس لا يدري شيئا، من الذي يذهب إلى الخارج مثلا إلى لندن أو غيرها من أجل أن يستلم معادن وبعدين يبيعها وين، يتلفت حوله يبيعها لمن وهو لا يدري كيف تشترى وكيف تباع، إنما عن طريق المراسلات والتقنية في التواصل ما بين البنوك وما بين تلك السوق. إذن أنا أنصح بأن هذا الذي منعه أهل العلم ألا نقع فيه وألا نلجأ إليه، قد يوجد من أباحه من اللجان الشرعية المختصة في بعض البنوك الإسلامية، يوجد من أباحه بالنظر إلى أصله وأنه شراء وبيع ووكالة في البيع وما إلى ذلك، لكن لم ينظر إلى العملية من أولها لآخرها على أنها احتيال من ناحية وأنها ليست بيعا حقيقيا ولا شراء حقيقيا، بحيث أنه كما أثبت الواقع أن هذه المعادن التي تباع وتشترى في تلك الأسواق العالمية تباع وتشترى في اليوم مرارا وتكرارا، وهي هي في عنابرها موجودة هناك، يعني كأنهم يعرفون أنه هذا ما يرضي بعضنا في تلك الأماكن فأرضوهم بهذه الأشكال، ويكون الأمر إلى الصورة و
المزيفة أقرب منه إلى الحقيقة والواقع. فأنا أنصح بعدم الوقوع في مثل هذا، إنما بيع المرابحة الموجود في البنوك، يعني أن يشتري البنك سيارة أو أرضا أو بيتا أو نحوه، ثم يبيع هذا البيت أو السيارة بربح متفق عليه مع المشتري، ثم هذا المشتري طالما أن السيارة أو البيت أو الذهب الموجود يقبضه ويعرف كيف يعلن عنه ويبيعه، يمكن يربح فيه. وفي الغالب البنك عندما يربح لا يترك مجالا لأن يربح هذا الشخص، فممكن يخسر فيه، لكن هذه الخسارة ما تكون كبيرة، ويكون هو المتصرف وهو اللي يبيع. ثم هذه الخسارة مهما كانت ربما تكون أقل أو مثل ما لو سلك طريق الربا المحرم، لكنه بطريق الحلال، لما سلك طريق الحلال اشترى من البنك ثم باع، فيكون الأمر بعيدا عن الحرام. إذا نطلب طرقا أخرى صحيحة بعيدة عن الصورية والشكلية وبعيدة عن الربا أيضا. الأخ أبو جراح من أبو ظبي يتكلم أنه هذه الأيام قلت المحبة بين الناس. الدنيا أبو جراح الدنيا ويقولوا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، وإذا أوجفت جفت. الدنيا حبها رأس كل خطيئة، الدنيا حبها التعلق فيها، العمل لأجلها على أنها هدف، وليس العمل على أنها مطية ووسيلة وواسطة للعمل الصالح وعمل الآخرة. عندما تكون الدنيا أكبر هم الإنسان تشغله، تشغل قلبه وتشغل وقته، ولا تجعله يتفرغ لشيء من أمور الدين والإيمان بالتأكيد. فالقضية يحتاج منا أن نتخلص شيئا فشيئا من التعلقات، وأن تستغرق الدنيا كل أوقاتنا، مع أن ربما كما ترى وكما يرى الآخرون أن طبيعة العمل وأحوال الناس والمواصلات والزحام وما إلى ذلك تأخذ وقتا كثيرا من الإنسان، لكن على الأقل نحن مقصرون في التواصل فيما بيننا، حتى الأرحام كما أشرت، يعني العيال فيما بيننا، الأولاد العم مع بعضهم، وربما الإخوة مع بعضهم. تمر الأسابيع والشهور وربما لا تواصل، منهم من يعتب ومنهم من لا يعتب، منهم من يعذر الآخر ومنهم من لا يعذر، لكن على العموم المطلوب أن تكون القلوب صافية، هذا بالدرجة الأولى، وأن يكون بذل الجهد من أجل التواصل أيضا مطلوبا، أن يبذل الإنسان جهده وأن لا ينظر. المشكلة أن كل طرف ينظر إلى الطرف الآخر، والله فلان مشغول ولا يسأل، إذن أنا مشغول مثله. هذا هو الذي جعل الناس يتباعدون. نعم، إذن إلى أن نجيب على سؤال الأخ أبو جراح في السؤال الثاني، نأخذ سؤال من السعودية. الأخ من؟ السلام عليكم. محمد. السلام عليكم محمد. فضيلة الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا أخ محمد. يا شيخ، أنا رجل تاجر سيارات. نعم. ومن طبيعة عملي أقوم في بيع السيارة، بعض السيارات ديل على شخص ما. فمثلا أدين سيارة بمبلغ 200,000 ريال، والسيارة تسوى مثلا 150,000. تبيعها بالدين محمد؟ أبيعها بالمؤجر. نعم. طيب، سعرها يعني أبيعها مثلا 200,000 ريال الأجر المسمى، وسعرها بالسوق تسوى مثلا 150,000 ريال. عندما يسومها مثلا التجار الآخرون في السوق، هل يجوز لي أن أزيد فيها علما بأني أشتريها كاش ولا أتطرق للدين المذكور أعلاه؟ متى تشتريها؟ أنت بعتها بالأجل ب200، مثلا بعتها 200,000 ريال. طيب، وبعدين؟ السيارة تسوى بالسوق مثلا يسمونها التجار 150,000 ريال. هل يجوز لي أن أزيد فيها كاش وأشتريها كشخص آخر أو لا يجوز؟ عندما يعرضها المشتري للبيع تقصد؟ نعم، عندما يعرضها للبيع المشتري. نعم. أيوة. طيب، إن شاء الله تسمع الإجابة أخ محمد.
يعطيك العافية، شكرا لك والله. الله يعافيك، حياك الله أخ محمد، مرحبا. الأخ أبو عبد الرحمن من عجمان، السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخنا. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك، هلا. تحياتي لك وأسرة العمل في البرنامج. شكرا لك أخي الكريم. إن شاء الله يبارك فيك. بقول لحضرتك لو سمحت ممكن بس بفكر الصلاة، لأن في بعض الأخطاء بنقع فيها في أثناء الصلاة. أيوه. زي رفع الأيدين، التساوي مع الإمام، عدم المحاذاة في الصف. ممكن توضح لنا بس الصلاة الصحيحة؟ زي رفع اليدين؟ يعني رفع اليدين الكتف، يعني الطريقة الصحيحة للصلاة. طيب طيب إن شاء الله. شكرا أبو عبد الرحمن، شكرا. طيب طيب. إذا السؤال الثاني لأخ أبو جراح اللي يسأل بأن قلوب الناس قست وصارت كالحجارة في سائر تعاملاتهم، للأسف يعني الآية الكريمة وكل آيات القرآن الكريم عندما نقرأها نجد تطبيقا حاصلا وأناسا يعني وقعوا في مثل هذه المعاني، عندما يقول الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذن هذا شأن الحجارة التي يغفل الناس عن أوضاعها وأحوالها، ويظنون أن هذه الحجارة جامدة ولا يمكن أن يكون منها مثل هذه الأشياء تتفجر وتهبط وتتشقق، لكن الله يخبر وهو الخلاق العليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قلوب الإنسان، قلوب بني آدم أو قلوب الناس تقسو، وقسوتها كما قلت بحب الدنيا، بحب الدنيا والتعلق بالدنيا والمال والشهوات، تقسو تلك القلوب وتلين بذكر الله وحب الله وتقوى الله، تلين القلوب. والقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وتجلى ويزال الصدأ كما يزال صدأ الحديد، تصدأ بالغفلة والذنوب والأخطاء، وتجلى بالتوبة والطاعة وذكر الله تعالى. وهكذا نجد أيضا القلوب تقسو بالغفلة وتقسو بالذنوب وتقسو بحب الدنيا، وتلين بطاعة الله، بتحقيق الأخوة والرحمة. لابد لنا من تحقيق العبودية والرحمة، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه هي الأشياء المهمة والأساسية في كون الإنسان عظيما عند الناس وعظيما عند الله، عبودية ورحمة وعلم. فإذا حققنا ذلك في نفوسنا كنا عبيدا صادقين، وتمتعنا وتخلقنا بالرحمة للآخرين، وتعلمنا ما يقربنا إلى الله رب العالمين، عندئذ نكون في درجات عظيمة وإنسانية كاملة وأخلاق عالية. أيضا يسأل أنه واحد توفي وعليه صلاة، رجل كبير ونحن مقصرون كما يقول أبو جراح مع الله عز وجل، ماذا نفعل؟ يجب أن نتدارك التقصير يوما بيوم وساعة بساعة، يعني لا ينبغي أن يتراكم التقصير ولو كان صغيرا ولو كان بسيطا، فشيء بسيط مع شيء بسيط يصبح عظيما، والإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، فلا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لو وقع الإنسان في ذنب عليه أن يلجأ إلى الله فيتوب فورا
لا يسوف، فالذنب فوق الذنب يطمس القلب، لكن التوبة العاجلة الصادقة يدخله بوابة الحب من الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلا بد من هذه الأمور أن تكون حاصلة، وأن نتدارك تقصيرنا بالصلة مع ربنا والصلاة المستمرة والاهتمام بها. وعندما أؤخر صلاة أشعر بتقصيري، وأشعر أن النور الذي حصلته بعد تأخير الصلاة ليس ذلك النور المعهود. فالصلاة نور كما يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة نور، ومن شأن النور أن يكشف لي الطريق ويكشف لي الواقع وأين أنا. فالذي لا يعرف أين هو ولا يعرف طريقه، النور عنده خافت ضعيف، يحتاج لتقوية الاهتمام بالصلاة وأنوارها. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك كما يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت أم محمد من دبي تقول من 20 يوم يأتيني وسواس في الصلاة وفي الحمام. أختي الكريمة، الوسواس من الشيطان، والله سبحانه وتعالى وصف الشيطان بصفتين: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس، صفتان للشيطان. متى يكون موسوسا؟ عندما يغفل الإنسان، يجهل الإنسان، يجهل دينه والمخرج من الحالة التي هو فيها، أو يضعف عن مواجهة وسوسة الشيطان، فيكون الشيطان وسواسا يتسلل إلى النفس الجاهلة أو الضعيفة. وعندما يذكر الله ويرد هذه الخواطر الشيطانية بالعلم والنور يخنس الشيطان، يخرس، يسكت. فالشيطان وسواس خناس. فإذا وسوس لنا وقوي إيماننا وعلمنا وردنا خنس وابتعد، فإذا ضعفنا زاد في الوسوسة. والوسوسة يجب أن نفهمها أنها داخل في إطار الوهم وليس لها حقيقة. ومعنى ليس لها حقيقة يعني لا تعتمد على شيء ثابت عند الشيطان، يوسوس بالشك والتردد، يمكن كذا واحتمال كذا وحصل كذا وكله غير صحيح، كله غير صحيح. فإذا كان غير صحيح لماذا نقف عنده؟ لماذا نلتفت إليه؟ لماذا نهتم به؟ والشيطان يدخل على أحدنا إما من الجهل في الدين في المسألة التي يدخل فيها، في موضوع الصلاة، في موضوع الطهارة والحمام، وإما من ضعف عقولنا في الرد عليه. فأحد سببين: جهل في الدين، أو ضعف في العقل، أو خبل فيه. الأخت زينب من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، شلونك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. يا شيخنا أريد أسألك، أنا من قبل شهر طلعت لنا شقة. نعم. وقلت نذر الوجه الله بس تطلع لي شقة ودار ملكنا أذبحكم إن شاء الله. نذرتي إنه إذا طلعت شقة تذبحي إيش؟ طلي، طلي يا شيخنا. تذبحي طلي خروف، نعم. اي نعم، وقلت اعزم علي اهلي واقربائي. تعزمي اهلك واقربائك، طيب، وطلعت شقه؟ اي نعم يا شيخنا، وقبل شهر ذبحت النذر ووفينا. ذبحتي ووفيتي؟ اي والله يا شيخنا، هل مقبول؟ يعني اسالك، هل مقبول هذا النذر؟ هل مقبول هذا النذر؟ طيب، المهم انك وفيتي ان شاء الله زينب. ان شاء الله، اي والله شيخنا وفيت قبل شهر. إذا ما في إلا ندعو الله عز وجل أن يتقبل، فإن شاء الله نرجو الله تعالى بفضله وكرمه أن يتقبل زينب، بارك الله فيك. طيب، إذا وقفنا عند أم محمد في موضوع الوسوسة، نكمل إن شاء الله ثم الأخ محمد من السعودية في تجارة سيارات وما بعد الفاصل.
فاضل. أهلا وسهلا إخوتي الأحبة، ومرحبا بكم في برنامجكم الدين والحياة، وما زلنا مع اتصالاتكم واستقبال أسئلتكم أيضا أينما كنتم وفي أي موضوع شئتم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على فقه ديننا وعلى سلوك طريق ربنا سبحانه. لدينا مكالمة من الأخ فاضل من العراق. السلام عليكم أخ فاضل. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله شيخي. أهلا بك. شلونك شيخ علي؟ أهلا مرحبا حياك الله. من فضلك يا فاضل تخفض لي صوت التلفزيون. صار شيخي. بارك الله فيك يا أخي فاضل، تفضل. بارك الله فيك، الله يستر عليك. قولي شيخي، قبل سنة جاني اليد شيخي. قبل سنة جاني اليد. جاكم بيت؟ جاني اليد. سميته عبد الله. جاك ولد سميته عبد الله؟ نعم شيخي، مولود سميته عبد الله. طيب اخ فاضل. نعم. ايوه نعم. وذبحت له طلي شيخي في جيران دم، يعني سلامة امه قام ذبحت له طلي اللي هو العقيقة. نعم. طيب يعني سير ناكل منه شيخي الى الوزعة. ما زال فاضل، ما زال الصوت يسوي صدى، من فضلك خفض صوت التلفزيون. صار شيخ. انت ذبحت طلي، هي العقيقة فاضل؟ نعم. ايه بجوان دم سلامة امه وسلامة الولد طفل الجاني. يعني نويت عقيقة كما هي مستحبة؟ ايه محبة، يعني قلت لي بلشكم الشيخ، قلت لكم ايه امه بالسلامة اذبح لطلي. زين، طيب والسؤال وين يا فاضل؟ والله انك الشيخ اللحم يوزعه، لا ناكل اللحم. هل توزعه ام تاكله؟ طيب ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الفاضل، ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى. شكرا لك على اتصالك. زينه، اخ زينه من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مو زينة، أنا سكينة. نعم؟ سكينة. أهلا سكينة، مرحبا. مرحبا. يا ريت تسمعيني من التليفون، من الهاتف، بدل ما تسمعيني من الجهاز، يعمل صدى سكينة. أوكي. اتفضلي. ألو. اتفضلي أسمعك. أسمعك سكينة، تفضلي. أيوة. طيب انقطع اتصال سكينة، لعلها تعاود مرة ثانية إن شاء الله. كنت أتكلم عن أم محمد من دبي في موضوع الوسوسة. الوسوسة ينبغي أن ننتصر عليها وألا نفتح لها المجال. كما قلت، يأتي الشيطان من أشياء نجهلها، كيف نرد عليها؟ بالعلم، بالعلم، لا نأخذ الكلام على احتمال حصل احتمال كذا، نأخذ بالعلم اليقيني. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا جاء الوسوسة في الصلاة وشككنا هل صلينا الظهر ثلاثا أم أربعا، نأخذ باليقين وهو الأقل ثلاثا، ونقوم ونأتي بركعة رابعة، ثم نسجد للسهو قبل السلام ونسلم هذا السجود من أجل الشك الحاصل، ونقطع الشك باليقين عندما نبني على الأقل وهو اليقين. وهكذا سائر الأمور، يعني بالعلم وفهم حقيقة الأمر الذي حولنا والذي هو في ديننا، نستطيع أن نتجاوز مرحلة الوسواس بعدم الخضوع لكيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الأخت رهف من ليبيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا أختي، تفضلي. تسمعين الشيخ؟ نعم أسمعك رهف، تفضلي. أنا بالأيام الأولى كنت مع زوجي في نقاش حاد يا شيخنا. نعم. معين؟ إيه.
وفي لحظه من اللحظات كان في حاله غضب وقال لي في كلامه انك انت طالب بالثلاث، وبعدين حلف علي اليمين قال لي تمشي لاهلك. هل يمشي الطلاق ام ما قالش علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق. انما رمى الطلاق في المره الاولى بثلاث مرات، قال علي الطلاق ثلاث ان تذهبي الى بيت زوجك، ما حكم الشرع في هذا الشيء؟ قال علي الطلاق بالثلاث. ايوه. ما قالش علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، انما رمى الطلاق ثلاث مرات في نفس اللحظه. نعم. مثلا فضيله الشيخ في راي الدين في هالشيء. نعم، تسمع الحكم ان شاء الله رهف، شكرا لك. الأخ محمد من السعودية يقول أنه تاجر سيارات ويقوم ببيع بعض السيارات بالدين بالأجل، وطبعا البيع بالدين يعني يرفع البائع السعر لأنه لا يقبض ثمنها فورا، فإذا كان قيمتها 150 ألف يبيعها ب 200 ألف كما يقول، ثم بعد أن يبيعها ب 200 ألف الذي اشتراها يعرضها للبيع، فيأتي البائع الأول هو محمد ليشتريها مثلا ب150 أو بأقل أو بأكثر، فهنا حصل بيع العينة محمد، يعني الذي باع أولا هو الذي اشترى ثانيا، وأصبح عملية احتيال، يعني بعتها واشتريتها رجعت السيارة لك وترتب على هذا الشخص دين بعد أن أخذت القيمة أو دفعت القيمة أنت في المرة الثانية، دفعتها نقدا 150، فصار على ذلك الشخص دين ما بين 150 و200 اللي هو 50 ألف، أصبح دينا عليه واستلم 150، يعني استلم 150 وسيسددها لك 200 ألف لك أنت، فهنا صار بيع العينة، وقد حرمه أكثر أهل العلم، حرم هذا البيع. لماذا؟ لأنه أصبح أشبه بالربا أو وقع فيه الربا، وقالوا هو نوع من أنواع الربا بيع العينة، نوع في نظرهم عند الجمهور ما عدا الشافعية في كراهته. لذلك خلي يشتري السيارة غيرك أنت، يعني أنا لما أشتري السيارة منك ب 200 ألف بالدين أخذ السيارة وأعرضها للبيع، ممكن حد يدفع لي 150 160 أكثر أقل، فهذا نصيبي أنا، اشتريتها وخسرت لأنه اشتريتها غالية، اللي باعني إياها غالية بسبب الآجل أنه لم يطلب مني فلوسا فورية، وبالتالي أنا أبيعها لغيرك، لست أنت التي تدور عليك القضية بيعا وشراء وأنت المحور في البيع ثم في الشراء، ذهب خرجت ثم عادت إليك، خرجت غالية وعادت رخيصة، لا هذا لا ينبغي، يشتريها غيرك. الأخ فوزي من فلسطين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ فوزي. حياك يا مرحبا بيك. مرحبا تفضل. معي الشيخ المفتي، سمعت المفتي؟ نعم فوزي. نعم سمعت المفتي معي. إيه تفضل. الله يمسك بالخير سيدي. مساك الله بالنور، هلا. أستاذ متقاعد قصري في جنين. أستاذ متقاعد. نعم. قصري؟ زوجتي نعم قصري. يعني بالقوة. قبل السنة القادمة. نعم من جنين. نعم. طيب. جنين فلسطين. نعم فوزي. زوجتي تعاني من شلل كامل. الأولاد اثنين في الجامعة. نعم. راتب لا يتعدى 1000 ريال. نعم. يعني ظروف بلغت ديوني حوالي 5000 دينار. نعم. عجزت عن السداد. نعم. عندنا جمعيات بتعطي قروض بالفائض بالربا، يعني جمعيات تعطي قروض بالربا بالربا، فهي جريمة ومش قادرين ننزل عليها. نعم. وجهنا واحد لجمعية كاثوليكية مسيحية في الزبابي انها بتعطي بدون فوائد. جمعية كاثوليكية مسيحية. نعم تبشيرية. نعم. فوجدنا لهم شروط تكفيرية. شروط تكفيرية أسوأ من اللي بربا. فقلت في نفسي انقطعوا المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله هاي اللي وصلنا لهاي الدرجة، لا حول ولا قوة إلا بالله.
الآن أنا أتوجه طبعا لا هاي بنظري أنا تجوز ولا اللجوء لهذول يجوز واللجوء لله طبعا درجة أولى. وأنا أتوجه إليك ادرني على حل. بارك الله فيك فوزي، أشكرك على اتصالك، شكرا لك. وطبعا كما تعلم برنامجنا حقيقة برنامج سؤال وجواب وأسئلة دينية واجتماعية، ووضعك وضع مالي واقتصادي يتطلب حلولا أكبر من يعني قدرات البرنامج من ناحية، لكن الرسالة التي أردت أن توصلها وصلت لكل من يسمع أخ فوزي، وصلت الرسالة لكل من يسمع هذا الوضع، هذا الحال، الوضع الذي فيه هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب إذا أكمل مع الأخ فوزي بعد ذلك إن شاء الله. أخت من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا أخي الكريم. أخي السلام على الشيخ علي، بس السلام على الشيخ علي ولدي، أحب أسأله سؤال. عليكم السلام، معك أخوك، تفضل أخي. شيخي أنا موظف وينطون سلفة 100 راتب أو 50 راتب في العراق. سلفة منين؟ من الدولة. الدولة تعطي سلفة؟ نعم، ويقصونها من الراتب مالنا، بس يأخذون عليها فوائد 5% 10%. يقصونها من الراتب؟ نعم، من راتبي الاسمي، يعني ينطوني 100 راتب اسمي او 50 راتب وياخذون منها الفوائد 5%. ياخذون فائدة 5%، فائدة 5%. ايوه، هل هذا حرام ام حلال؟ طيب هل هذا حرام؟ ان شاء الله اخي تسمع الاجابة باذن الله تعالى. بارك الله فيك، شكرا على اتصالك. أخ طايق من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ علي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. كيف حالك أخي؟ نحمد الله الحمد لله، تفضل أخي الكريم. شيخ علي، أنا أريد أسألك بخصوص المنتجات عندنا في العراق يبيعونها كالرصيد، مثلا بطاقات الشحن الموبايل. منتجات كبطاقات الشحن يعني؟ نعم نعم، يبيعوها بالنقد بسعر وبالفقدي أو بالمؤجل بسعر ثاني، فما هو الحكم في ذلك؟ بالنقد بسعر وبالمؤجل بسعر ثاني. طيب طيب، تسمع ان شاء الله اخ طايق. نعم، وعندي سؤال ثاني مثل الزحمه يا شيخ علي. تفضل. السؤال الثاني اللي هو عندي انا شهر رمضان قبل سنتين لم اصوم شهر رمضان، كان عندي سبب، يعني كنت مريض في ذلك الوقت. الان انا الحمد لله يعني معافى ان شاء الله وكامل صحتي الحمد لله. ما حكم يعني صيام ان شاء الله في هذا خلال يعني هذا السنوات هذه اللي انتقد، يعني احنا الان ليس في شهر رمضان، فكيف اقضي شهر رمضان اللي فات؟ يعني رمضان اللي فات؟ نعم اللي فات او اللي قبل سنتين، يعني قبل سنتين. تريد ان تقضي؟ طبعا هذا واجب. نعم اريد ان اقضي، فكيف انطي فديه، يعني انطي فديه طعام مثلا او اصوم او مقدار من المال، يعني اريد اعرف ما هو واجب. طيب ان شاء الله، ان شاء الله تسمع الاجابه اخ طايق، شكرا لك. اخ احمد من العراق، السلام عليكم. اخ احمد. عليكم السلام شيخي، كيفك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا اخي الكريم. شيخي عندي سؤالين لك. مرحبا مرحبا احمد، تفضل. وطي... خفض لي صوت التلفزيون شيخي. احمد خفض الصوت، تسمعني من الهاتف؟ ماشي شيخ اسمعني. واقول لابراهيم هذه ما زالت الدور يا ابراهيم. نعم شيخي، انا على حدود سوريا. ايوه. يجي عنا غنم. طيب. حوالي غنم من عبر الساتر يعني. يجي يعني غنم شارد ما هو معروف أصحابه؟ بلى معروف، يعني يبيعون عن رضاتهم. يبيعونه. نعم عن رضاتهم، يعني ربايط مال سوريا. طيب. احنا ناخذ من هنا عبر الساتر، يعني هم يعطون رشوة للحكومة السورية اللي على الحدود. تسمعني شيخي؟ اسمعك نعم، كمل. ياخذون رشوه على الحدود
واحنا هنا نعطي رشوه ونعبره عبر الساتر. يعني هم يعطوا رشوه عشان يدخلوه عندكم؟ نعم. وانتم تعطوا رشوه عشان ايش؟ احنا نعطي رشوه لحكومتنا نعبر يعني حرس الحدود. مش مساكين ضحايا هنا وهناك. طيب ما في ضحايا عندنا يعني؟ ما في ضحايا يعني. نعم. قتلة ولا ما في شجار بيننا وبين الحكومة الحمد لله. سامحينا بس بفلوس شيخي. نعم. سامحونا بس بالفلوس. طيب آه. طيب أحمد أيوه. تقول عن هذا؟ تسأل عن هذه الفلوس. تسأل عن هذه الفلوس اللي تدفع يعني. شيخي عندي سؤال ثاني إذا تسمح لي. يتفضل. عندنا سلفة عقار يعني. عندكم إيش؟ سلفة عقارية. سلفة عقارية. إيه. نعم شيخ. نأخذ يعني 20 مليون دينار عراقي. ندفع مقابله 20 مليون عراقي. تأخذ سلفة 20 مليون وتدفع فائدة عليها 20 مليون؟ لا لا ندفع نفس 20 مليون. يعني من دون زيادة؟ من دون زيادة بس كل سنة يصرف عليك تعطي 1 مليون دينار عراقي. وإذا تأخر يوم واحد يروح 110% زيادة عليه. كل سنة تعطوا 1000؟ مليون دينار عراقي. كل سنة تعطوا 1 مليون دينار من 20 مليون يعني؟ نعم. وإذا تأخر يوم واحد عن السنة نعطي 10% فائدة، وإذا ما تأخرش ما نعطي. أي وهذا شيء منصوص عليه في العقد، إذا تأخر يوم تعطون زيادة. نعم شيخي هذا إذا تأخر يوم عن السنة نعطي 10%. 10%. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة أخ أحمد، شكرا لك على اتصالك. أبو عبد الرحمن من ليبيا، السلام عليكم. السلام. مرحبا شيخ. أهلا وسهلا أبو عبد الرحمن. عندي سؤال يا شيخ. اتفضل. أبي كان مشي صديقة في السيارة بتاعت أبي، عرفت إلى العمل بتاع مشي انقلبت السيارة. أبوك كان معاه صديقة؟ ذهب وهو صديقة إلى العمل. إلى العمل. ماشي. فانقلبت السيارة وتوفى صديق أبي. توفي صديق الوالد. نعم. والدي توفى متوفي حاليا، لكن مش توفى في الحادث، توفى بعد الحادث. بعد الحادث بزمان؟ بفترة، لكن مش سبب الحادث هو. نعم. توفى وما صامش 60 يوم. ما صام 60 يوم. ما صام 60 يوم. شو الحل اللي بيروح؟ طيب تسمع الإجابة أبو عبد الرحمن إن شاء الله. شكرا لك على اتصالك أبو عبد الرحمن. نعم. الأخ عبد الرحيم من العين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا وسهلا أخي. الله يسلمك الحبيب. يا أخي بدي سؤال. أنا إن شاء الله بكرة بقوم على بلادي، لكن أنا شغال برا المنطقة العين بكم كيلو تقريبا. بكرة إن شاء الله تسافر؟ أنا وزوجتي مسافر على بلادي، وبدي حرمتي هنا من قبل ما تقوم يعني بتصلي الظهر والعصر، تجمع يعني الظهر والعصر أساساً في الطريق ما بيتيسر لا زي الرجال أنه تصلي في المساجد ولا في أي مكان تصلي. طبعاً مسافرين بالطائرة. مسافرين بالطائرة، لكن لما نطلع من هون. والطائرة منين المطار؟ مطار الشارقة. مطار الشارقة. أنت طالع من العين؟ طالع من العين، وأنا برا العين تقريباً بستين كيلو. انت ساكن برا العين بستين كيلو؟ نعم. ولما نخش العين وحيكون وقت العصر خلاص انا عشان اركب بالباص بتاع الطيران، فبدي حرمتي تقريبا تصلي هنا الظهر والعصر، وانا ادرك مع جماعة الرجال بيصلوا في الطريق طبعا، فهذا الوضع صحيح ولا لا؟ حرمتك وين تريد تصلي الظهر والعصر، في بيتها ولا في العين؟ في بيتها هنا قبل ما تتحرك. لا قبل ما تحرك لا ما يجوز. قبل ما تحرك ما يجوز. لكن في العين ممكن، لأنه تحركت من مكانها وخرجت من الـ 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 القرية اللي هي فيها وجاءت إلى العين، هي مسافرة. أيوة. في العين ممكن. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا عبد الرحيم. الله يحفظك. السلام ورحمة الله. هو على العموم مسافرين إلى السودان مدام إلهام. نعم. نعم. مين؟ الأخ جميل من فلسطين، السلام عليكم أخ جميل.
وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، اهلا وسهلا جميل. لو سمحت والله يا شيخ بدي اسالك، خلينا نقول عندنا حاله متوفيه بسبب الحرق، هل تغتسل؟ حاله وفاه بسبب الحرق. الحريق. نسأل الله العافيه والسلامه لكم ولكل المسلمين جميعا. نعم. بغض النظر خلينا نقول في كامل الجسد او نصفه او شيء، خلينا نعرف انها هل تغتسل او لا، هل يغسل الميت في هذه الحاله او لا. والسؤال الثاني لو سمحت والله يا شيخ. تفضل. حضرت انا على الصلاه الظهر وكان الشيخ يجمع صلاه العصر مع الظهر، لما صليت صلاه الشيخ مسافر، عفوا الشيخ اللي كان يجمع مسافر جميل؟ لا في جامع عندنا. كيف كان يجمع هو ما هو مسافر؟ جماعة عشان خلنا نقول الأمطار يا شيخ. عشان الأمطار؟ طيب زين. فأنا حضرت على الصلاة، لقيته مصلي الظهر ومخلص ومسلم وهو بصلي العصر، وحضرت صلاة العصر. هل أنا أصلي صلاة العصر لوحدي باعتبار أن العصر ولا أجمع معه؟ أنت حضرت صلاة العصر ولا الظهر؟ العصر. ليش هو يجمع جمع تأخير ولا جمع تقديم في المطر؟ لا تقديم. تقديم يا شيخ. تقديم. أنت كيف حضرت العصر؟ لأنه بقى مصلي صلاة الظهر ومسلم. إذا في وقت الظهر ما في وقت العصر. بالضبط، في وقت الظهر. في وقت الظهر، حضرت وقت الظهر وكان هو قد صلى الظهر ويصلي العصر. بالضبط. وإيش اللي سويت؟ أنا صليت مع صلاة العصر، ثبت إني بصلي الظهر، تفاجأت اللي هم صلوا صلاة الظهر. أنت نويت الظهر؟ أها. نويت نعم الظهر؟ أي نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله جميل. أبو خالد من العراق، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ وحبك الحمد لله، أهلا وسهلا أبو خالد، مرحبا، تفضل. يا شيخ جزاك الله خير. ألو. نعم أسمعك أبو خالد، أسمعك، تفضل. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي من أجلي أحببتني، بارك الله فيك. يا شيخ عندي بنت عمي. نعم. وأبغى منها الزواج، وبنت عمي راب لها في البيت، يعني نفس البيت رمينا إياها. نعم. وبالبطاقة المدنية اللي يسمى الإخوان الجنسية تسميها في العراق. نعم. وياي أختي بالجنسية، يعني أختي بالجنسية، بس هي ليش روحتي؟ أختي بالجنسية بس. هي بنت عمي. يعني هي في البطاقة مسجلة أختك؟ نعم مسجلة أختي، بس هي بنت عمي، ورابع إياها يعني ببيت واحد. طيب ليش هذا الخطأ في البطاقة؟ يا شيخ انا كنا في الكويت وابوي عنده عم في الكويت عليه رحمه الله. نعم. وما لحقنا بالعراق، ما لقينا سجل، فسجلنا باسم انا واخوه، سجلنا باسم عمنا. طيب ليش ما صلحت الخطا هذا وخليتها منسوبه الى ابوها، وانه هي بنت عمك بحيث الاوراق تكون بنت عمك ما تبقى اختك؟ هي منسوبه باسم ابوها، الحين باسم عمي انا، هسه ابوي عمي. لان ابوي من تعرف انت في العراق، ولا لحق نصلح هذا الخطا. على العموم تسمع الاجابه ان شاء الله ابو خالد باذن الله، شكرا لك على الاتصال. طيب اذا اخوتي الاحبه ناخذ فاصل الان ثم نجيب باذن الله تعالى على اسئلتكم السابقه.
اهلا وسهلا اخوتي الاحبة ومرحبا بكم في برنامج الدين والحياة، وما زلنا بصدد الاجابة على اسئلتكم. سؤال الاخت زينب من العراق. الاخت زينب تسأل، يقول من شهر طلعت شقة ونذرت ان تذبح طلي خروف، هل هذا الذبح قد نفذت النذر، هل هو مقبول؟ لذلك اجبتها وقلت اسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم جميعا، أهم حاجة أن يكون العمل لله تعالى ووفاء بالنذر. وأنبه هنا على أن النذر المعلق إن حصل كذا سأفعل كذا هذا ليس من النذور المحمودة، بمعنى هو كما قال عليه الصلاة والسلام يستخرج به من البخيل، البخيل اللي ما يذبح طلي ويوزع على الفقراء إلا إذا حصلت شقة أو حصل على نجاح معين أو وظيفة معينة أو ما إلى ذلك. ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تذبحي طلي وتوزعيه على الفقراء قبل ما تحصل الشقة، تذبحي لوجه الله تعالى وتقولي أتقرب إلى الله بهذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضل منه ورحمة وعطاء ورزق. الأخ فاضل من العراق يقول قبل سنة جاني مولود وسميته عبد الله وذبحت أيضا طلي، وهل أوزعه أم نأكله؟ وذكرت الأخ فاضل وذكر الإخوة بأن الذبيحة اللي نذبحها بعد ولادة المولود هي تسمى عندنا في المصطلح الشرعي عقيقة، عقيقة أو نسيكة كما هي مسماة، وقد وردت فيها أحاديث كل غلام أو كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، أي يحلق رأسه ويسمى. وأحاديث كثيرة عن الغلام شات وعن الجارية شات، وفي رواية عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات إلى آخر النصوص الواردة، وأن للعقيقة أجر كبير لولي المولود لأبيه أو لمن يضحي يعق عنه، وأيضا في التكافل الاجتماعي والصدقات وتوزيع اللحوم وما إلى ذلك. وشأن العقيقة شأن الأضحية من حيث تقسيمها إلى ثلاث أقسام، ممكن أهل البيت اللي ذبحوا يأخذوا ثلث، والفقراء والمساكين والمحتاجين يأخذوا ثلث آخر، والأرحام والجيران يوزع عليهم الثلث الباقي. الأخت رهف من ليبيا تقول في الأيام الأولى كانت في نقاش مع زوجها، نقاش حاد، ثم قال زوجها علي الطلاق بالثلاث. طبعا النقاش الحاد والاستفزاز والعصبية والتسرع من الأزواج والمعاندة من الزوجات كل ذلك خطأ يجب أن نتجنبه، يجب أن نبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى هذه النتائج المدمرة للبيت. يعني كلمة أنت طالق بالثلاث أو علي الطلاق بالثلاث هذه ليست سهلة، هذه طلاق مرة ومرتين وثلاثة. لذلك أنا أقول مثلا في ليبيا تراجع المحكمة الشرعية، لأنه قد يأخذ بمذهب الإمام مالك، والمذاهب الأربعة الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد مذاهب أهل الإسلام، مذاهب أهل السنة هذه كلها تعتبر الثلاثة ثلاثا ولا رجعة بعدها. لذلك مراجعة أقرب محكمة شرعية معتمدة ومعتبرة هو الطريق الصحيح في موضوع الطلاق بالذات، لكن نحن هنا نبين كفتوى وحكم ليس كتنفيذ ونهائي فيما يخص موضوع الطلاق. الأخ فوزي من فلسطين توجه بذكر حالته وزوجته والمعاناة وضعف الراتب والديون والجمعيات، ويتكلم عن الجمعيات كيف تعطي قروضا ربوية وكيف أن الجمعية الكاثوليكية تعطي بدون فائدة ولكن تشترط كما قال شروطا تكفيرية. حقيقة هذا ينبه أغنياء الأمة إلى أمر خطير، أن أغنياء المسلمين أصبحوا في معظمهم ماديين في كل بلاد الإسلام، وأن تلك الجمعيات التي تعطي قروضا أين الزكاة؟ أين الزكاة؟ أين الصدقات؟ أين التبرعات؟ لما لا يساهم الخيرون في
التنفيس عن المسلمين في كرباتهم، وما أكثر الكربات اليوم، الخيرون والمنفقون وأهل الأموال الذين يريدون من الله الثواب ومضاعفة الأجر، ويريدون أن يخلفهم الله فيما أنفقوا. هذا هو باب الخلف. اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، كما ينزل كل صباح ملكان من السماء يقول أحدهما يدعو لهذه الأمة للمنفقين، اللهم أعطي منفقا خلفا، اخلف له فيما ينفق، اخلف له وعوضه، أعطي منفقا خلفا. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وبعض المحققين يقول حتى الآخر يدعو بالخير، أن الممسك أن يعطيه تلفا أن يتلف ماله في الخير، فكلاهما يدعو بالخير، وإن كان أغلب الشراح يقولون بواحد يدعو بالخلف والثاني يدعو بالتلف على الممسكين، لكن طالما هم مؤمنين فبيان التوفيق للخلف والتوفيق للصرف والإنفاق هو الأولى. الأخ أيضا من العراق يقول أن الدولة تعطي سلفة ويقصونها من الراتب، هذا شيء زين، ولكن يأخذون فائدة 5%، هذا ما هو زين، هذا ربا. الدولة تعطي سلفة هذا شيء جيد، والدولة تأخذ احتياطاتها بشأن أخذ وفاء الديون، يعني لا أجمل من أن يقوم ولي الأمر في كل مكان ليعطي سلفة للشعب إن لم يستطع أن يعطي من خزينة الدولة ما يسعف المحتاجين، ولكن بالفائدة. الفائدة والربا هي حرب مع الله ورسوله، ومن حارب الله خسر وخاب تماما. إذن لا تجوز القروض الربوية. الأخ طايق من العراق يتكلم عن المنتجات كبطاقات شحن الهاتف، يقول تباع بالنقد بسعر وبالمؤجل بسعر آخر. هذه تعتبر عند أكثر أهل العلم البطاقات على أنها سلع، يعني سلعة يتكلم بها، ليست مالا، ليست فلوسا، لا دينار ولا درهم ولا ذهب ولا فضة ولا عملة، إنما هي بطاقة لشحن الهاتف، إذن هي سلعة. سلعة قد تكون سعرها بما يوضع عليها من السعر، وقد يكون أقل أو أكثر، فيمكن أن تباع بالنقد ب50 وبالتأجيل مثلا ب60 أو 70، لأنه هي بضاعة ينتفع بها، واختلاف سعرها حسب النقد والتأجيل هذا وارد كما قال أكثر أهل العلم، إذن هو جائز مثل هذا الأمر. ثم يقول في شهر رمضان الماضي لم أصمه للمرض وقد تعافيت ولله الحمد، فما الحكم؟ الحكم أن الصوم في ذمتك، يجب أن تقضيه سواء كان رمضان الماضي أو قبله، ولكن إذا مضى على فطرك عام، رمضان ورمضان ورمضان أو أي رمضان، وأنت لم تصم وقد استطعت أن تصوم لكنك سوفت وأجلت، فهنا الأئمة والفقهاء في أقوال، قول يجب القضاء عليك فقط وتأثم للتأخير، وهو قول الإمام أبو حنيفة، المذهب أبو حنيفة، وقول أنك تطعم مسكينا عن كل يوم سواء كان التأخير سنة أو أكثر، وهو قول الإمام مالك والسادة المالكية، تطعم مسكين عن كل يوم أخرت صيامه وقضاء، وقول آخر وهو أنك في كل سنة تؤخر تطعم مسكين عن كل يوم، أخرت سنتين صار إطعام مسكينين عن كل يوم، 3 سنوات صار إطعام 3 مساكين عن كل يوم أخرته، وهو قول الإمام الشافعي والسادة الشافعية. فأنت وحالك، أنت وقدرتك المادية، إن كنت ضعيفا فقيرا فعليك القضاء والاستغفار، وإن كنت قادرا على أن تطعم فهو الأولى بالإطعام. الأخ أحمد من العراق يقول هو على حدود سوريا ويجيهم غنم عبر الساتر يبيعونه، هم يعطون رشوة للحكومة اللي يأتي منها الغنم، وطبعا اللي جاي يبيع يعطي رشوة عشان يبيع، واللي جاي يشتري أيضا يعطي رشوة لحكومته عشان يشتري.
طبعا الرشوة حرام، يجب أن نعرف حكم الرشوة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشية والمرتشية والرائش بينهما. الإسلام يضع القيم على مائدة الأرض الواقع من أجل أن نسير عليها، لا من أجل أن نتلاعب على حسب ما تهوى أنفسنا وتطمع تلك النفوس المريضة. أخذ الرشوة حرام. إنسان يريد أن يبيع ماشية، إما أن يكون البيع جائزا ومسموحا، وإما أن يمنع. وعندما يباع لماذا يمنع؟ قد يكون لقلة هذه السلعة في البلد اللي تخرج منه، فحتى لا تقل يمنع بيعها، ولكن إذا كانت متوفرة وبلد آخر بحاجة إليها فينبغي أن يفسح المجال. وإذا فسح المجال إذن لا داعي للرشوة. أصحاب النفوس المريضة ضعاف الإيمان الطامعون هم الذين يقعون في هذه المعصية، فلا يجوز إلا المضطر. العلماء بحثوا أنه إنسان يريد أن يبيع سلعته وأحد يمنعه إلا إذا دفع شيئا، فبحكم أني أريد أن أبيع سلعتي غنمي لأستفيد فهذا البيع جائز. الذي يطلب مني حرام عليه أن يطلب رشوة، ولكن إن اضطررت إليها فحرام عليه الأخذ، ويجوز أنا للضرورة أن أعطي، لأني أنا أبيع شيئا حلالا، فإذا أكرهت على دفع شيء فيجوز أن أصل إلى حقي، ولكن يحرم على الآخذ، فإنما يأخذ نارا سيعذب بها يوم القيامة ولن يبارك له في مال حرام. ثم يسأل أحمد: سلعة عقارية نأخذ 20 مليون وندفع المبلغ نفسه، لكن كل سنة ندفع نعطي مليون، وإذا تأخر يوم نعطي زيادة 10%. هذا العقد والاتفاق يا أحمد اتفاق على الربا، سواء كان بين شخصين أو بين جهتين مهما كانت. كيف اتفاق على الربا؟ أنت تقول ممكن نأخذ 20 مليون نعطي 20 مليون إذا لم نتأخر، فإذا تأخرنا هناك شرط بالزيادة، وشرط الزيادة حرام. شرط الزيادة حرام، لا يجوز، يعتبر عقد ربوي، شرط ربوي، ولو لم يحصل إلا عند التأخير، لكن في صلب العقد هذا الاتفاق. ولا يجوز أن يشتمل العقد سواء عقد القرض أو عقد البيع، وهنا قرض، لا يجوز أن يشتمل عقد القرض على زيادة، فكل قرض جر نفعا مشروطا أو غير مشروط فهو، كيف يعني مشروط أو غير مشروط؟ يعني سواء تأخرنا أو لم نتأخر، أو إذا كان مشروطا عند التأخير لكنه مشروط في العقد منصوص عليه في العقد، فهذا حرام، يحول القرض إلى ربا والربا حرام. إذن بقي بعض الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله بعد فاصل جديد.
أخوتي الأحبة ومرحبا في برنامجكم الدين والحياة، وأجيب وما زلنا في متابعة الإجابة عن أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج. كنا وقفنا عند سؤال الأخ أبو عبد الرحمن من ليبيا. أبو عبد الرحمن يسأل يقول إن والده كان معه صديقه وهم في هما في سيارة إلى العمل، انقلبت السيارة. نسأل الله أن يلطف بالمسلمين جميعا في طرقاتهم وفي جميع أحوالهم. توفي صديق والده، ثم بعد الحادث بزمن توفي والده، ولكن والده لم يقم بالكفارة عن وفاة صديقه معه. طبعا هذا يصنف بالقتل الخطأ، كل تسبب في القتل يعتبر قتلا خطأ، والقتل الخطأ يجب فيه الدية وتجب فيه الكفارة. الدية لأهل القتيل إلا إذا تنازلوا وسامحوا، فلا تجب إذا تنازلوا وسامحوا في الدية. والكفارة حق الله في النفس التي تسبب القاتل بإنهاء الوجود والحياة، والكفارة هي عتق رقبة إن وجدت، فإن لم توجد مثل زماننا الحاضر فصيام شهرين متتابعين. ليس في كفارة قتل الخطأ إطعام 60 مسكينا، إنما الإطعام في كفارة الظهار، والإطعام أيضا في كفارة نهار رمضان في جماع الزوجة، عتق رقبة ثم صيام، فإن لم يقدر لم يستطع فالإطعام، هذا في غير كفارة قتل الخطأ. القتل الخطأ نصت الآية على عتق الرقبة وعلى الصيام، فإن كان عنده قدرة على أن يصوم شهرين متتابعين، ومعنى متتابعين يعني ما يبدأ الصوم ويكون أثناء الشهرين في عيد الفطر أو عيد الأضحى الذي يجب فيهما الفطر، ولا يجوز أن يصوم المسلم يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى وكذلك أيام التشريق عند كثير من الأئمة. هنا يقول أن والده لم يصم، فالصوم في ذمة الوالد يا أبو عبد الرحمن. وهنا لعل في مثل هذا يأتي أقوال العلماء المبنية على الأحاديث الشريفة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، بمعنى أنت وإخوانك بالإمكان عند بعض الأئمة وكثير منهم أن تصوموا شهرين متتابعين، وشخص حتى يكون متتابعين يكون شخص هو الذي يصوم. وقد يقول قائل ما يمكن واحد يصوم مثلا كذا ويتابع الآخر، هل يجوز مثل هذا؟ بعض العلماء أجاز طالما متتابعين دون فاصل، وأن يقوم بالصوم أكثر من شخص، وبعضهم اشترط شخصا واحدا أن يصوم. والبعض من الأئمة كالشافعية قالوا هنا يطعم الذي يموت وعليه صوم، وليه يطعم عنه، فبالإمكان أن تأخذ بقول الإطعام، وهو إطعام 60 مسكينا، وطلب المغفرة للوالد وأن يتجاوز الله عنه، فهو قد قصر. الإنسان الذي يستطيع أن يؤدي الكفارة أو النذر ولا يفعل يعتبر مقصرا، يحاسب على تقصيره. فتدعون للوالد وتطعمون عنه 60 مسكينا. الأخ عبد الرحيم من العين يقول سيسافر إلى بلده، وهو ساكن على بعد 60 كيلو من العين، وتريد الزوجة أن تصلي الظهر والعصر جمعا في بيتها. وأجبته بأنه لا يجوز الجمع والقصر داخل البيت قبل السفر ومغادرة حدود المدينة أو القرية التي هو فيها، لابد أن يغادر حدود المدينة أو القرية اللي هو فيها، ثم يبدأ بعد ذلك الجمع والقصر إن كانت المسافة التي ينوي السفر فيها أكثر من 80 أو 90 كيلو. قول المعتمد 89 أو 90 كيلو
إذا كان أكثر من ذلك فيجوز له الجمع والقصر، وهو يسافر إلى بلده يبدو بلد بعيد بالطائرة، ولكن على عدة مراحل، من قبل العين 60 كيلو، ثم من العين إلى مطار الشارقة وهكذا. فمن البيت لا يجوز مباشرة رخص السفر لأن الذي في بيته لم يسافر بعد. الأخ جميل من فلسطين يقول في حالة وفاة عندهم بسبب الحريق، فهل يغسل الميت الذي أصيب بالحريق؟ الأصل أن غسل الميت، نسأل الله الرحمة لموتانا وموتى المسلمين جميعا أينما كانوا، الأصل في الغسل أنه واجب، غسل الميت واجب. فإذا تعذر الغسل بسبب حريق لا يمكن تغسيل الميت فيه فإنه يكفي التيمم، والتيمم ضربة على التراب يمسح فيها الوجه بطريقة أيضا لا يكون فيها تأثير على جسم الميت المحروق، وتمسح اليدين أيضا في الضربة الثانية. فإذا كان هناك جزء أمكن غسله وجزء لا يمكن، فمعروف لدى الحي والميت أن الجزء اللي يمكن غسله يغسل إذا أمكن، والجزء الذي لا يمكن تغسيله يتيمم عنه أو ييمم الميت عنه. إذن على حسب القدرة وعلى حسب الاستطاعة أخ جميل، دون أن يقع الإنسان في مشقة أو حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فحسب الإمكان وحسب القدرة في موضوع الحريق لتغسيل الميت أو التيمم تيميمه. ثم يقول أنه حضر صلاة الظهر والعصر، اللي هو صلاة الظهر، والشيخ الإمام يجمع الظهر والعصر للمطر، فلما حضر المسبوق وجد الإمام يصلي العصر الصلاة الثانية، فماذا يفعل هنا؟ ماذا يفعل؟ هل يصلي مع الإمام العصر؟ طيب هو لم يصلي الظهر، الترتيب هنا واجب، لابد أن يصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا. هل يجوز أن ينوي الظهر خلف من يصلي العصر؟ اختلاف بين الأئمة، الشافعية ومن وافقهم أجازوا، ممكن أن تنوي أنت صلاة الظهر والإمام يصلي العصر، وبعد السلام تصلي العصر بعد إنهاء صلاة الظهر. وعند غيره من السادة الأحناف والمالكية تصلي الظهر أولا لنفسك ثم تلحق الإمام في صلاة العصر. إذن أنت في اختيارين، اختيار أن تصلي الظهر أولا لنفسك وتلحق الإمام بعدين بما لحقته من ركعة أو أكثر في صلاة العصر، واختيار آخر أن تنوي الظهر ثم بعد السلام تصلي العصر لوحدك. الأخ أبو خالد من العراق يقول أنه بنت عمه، له بنت عم يريد الزواج منها، لكن بنت العم هذه رابية في بيتهم يقول، ومسجلة في البطاقة المدنية مسجلة على أن أخته، يعني أبوها أبوه وأمها أمه في التسجيل. طبعا هو لم يذكر أنه في رضاع بينهم، لو في رضاع صارت أخته من الرضاع ولا يجوز الزواج منها، إذا ما في رضاع، لكن المشكلة في التسجيل أنها مسجلة في البطاقات على أنها أخته. نقول يجب كما أشرت له أنه يجب تصليح هذا الخطأ في السجل المدني، يجب أن تؤتى بالأوراق أو تدفع الأوراق أنه هذه أبوها فلان وأمها فلانة وليست فلانة لتصحيح الأوضاع، لأن هذا يترتب عليه كما قلنا حرمة الزواج على هذا السجل المدني، ويترتب أيضا الميراث وما ينتج عنه وما إلى ذلك من الأمور اللي تكون مع الإخوة دون أولاد العم. لكن من حيث الحكم الشرعي إنه هي كما يعرف الجميع ويشهد الجميع أنها ليست أختك، ليست أختك من النسب وليست أختك من الرضاع، فإذا كانت ما هي أختك من النسب ولا من الرضاع إذن شرعا يجوز الزواج منها. ولكن بما أنها في السجلات المدنية سيكون في السجلات المدنية أن واحد تزوج أخته، وهذا لا يصير لا يصح،
حتى فيما بين الناس أو عند الدولة. إذن يجب بداية إصلاح الخطأ في السجلات، ثم بعد ذلك إذا أصلح الخطأ يترتب عليه صحة الزواج وتسجيله وهكذا. إذن لا يبنى الشيء على خطأ، لا بد من تصحيح الخطأ ثم بعد ذلك يبنى عليه بناء صحيحا. إلى هنا إخوتي الأحبة نكون قد انتهينا من وقت البرنامج، وانتهينا أيضا من الإجابة على أسئلتكم التي وصلتنا إلى البرنامج. شاكرا لكم استماعكم، إنصاتكم، تفاعلكم، أسئلتكم، اتصالاتكم، سائلا المولى عز وجل أن يمن علينا جميعا وعلى الأمة المسلمة بفتح قريب ونصر قريب ورحمة من الله عز وجل تنقذهم من أوضاعهم التي هم فيها أفرادا وجماعات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إلى أن ألقاكم إخوتي الكرام في الأسبوع القادم، أشكركم وأبلغكم شكر فريق العمل، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.